منه آيات محكمات، منه من هذا الكتاب آيات، أي آيات متلوة محكمات. والآيات المحكمات كما قال المفسرون ما عرف تأويله وعلم معناه وتفسيره، ما عرف تأويله وعلم معناه وتفسيره، يعني آيات لا تشتبه على أحد من الناس والكل يفهم معناها، كقول ربنا جل جلاله ولا تجعل مع الله إلها آخر، وكقول ربنا جل جلاله ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، كقول ربنا جل جلاله ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، هذه آيات محكمات يستوي الناس جميعا في العلم بها. قال جل من قائل وأخر متشابهات، أي ومنه من الكتاب أخر، الأخر جمع أخرى، ومنه آيات أخر متشابهات. متشابهات قال بعض أهل التفسير الآيات المتشابهات هن المنسوخات، ما نسخ من القرآن، وقال بعضهم المتشابهات هن الآيات التي افتتح الله بهن بعض أوائل السور من جنس الحروف المقطعة ألف لام ميم ألف لام را ألف لام ميم صاد حاميم ونحو ذلك، وهذا كله من باب التمثيل، من باب ذكر المثال، كالذي روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال الآيات المحكمات كالتي في سورة الأنعام قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، هذه الآيات الثلاثة التي اشتملت على عشر وصايا ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ومثلها الآيات التي في سورة الإسراء وقد أوصى الله بها بني إسرائيل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى قوله سبحانه فتلقى في جهنم ملوما محسورا. عبد الله بن عباس يرى بأن هذه آيات محكمات، وقال بعض المفسرين الآيات المحكمات سورة الفاتحة التي لا تجزئ صلاة بدونها، وقال بعضهم سورة الإخلاص لأنها قد اشتملت على التوحيد الخالص ومعانيها ظاهرة. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، المتشابهات أي ما اشتبهت معانيها فلا يدركها عامة الناس وإنما خواص العلماء، وذلك في القرآن يشمل آيات الصفات، آيات الصفات كقول ربنا جل جلاله يد الله فوق أيديهم، كقوله جل جلاله كل شيء هالك إلا وجهه، فآيات الصفات متشابهات باعتبار أن الخلق لا يدركون حقائقها
لا يعلمون كيفياتها، فالله جل جلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نؤمن بهذه الآيات على ظواهرها ونمرها كما جاءت، لا نجحد معانيها ولا نسأل عن كيفيتها. مثلا قول ربنا جل جلاله الرحمن على العرش استوى، لما سئل الإمام مالك وكذلك شيخه ربيعة ابن أبي عبد الرحمن رحمة الله على الجميع، فإنه قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معلوم والسؤال عنه بدعة، يعني ليس من حقك أن تسأل كيف استوى، لأن هذا مما تنقطع دونه الآمال، فالله جل جلاله ليس كمثله شيء. فهذه من الآيات المتشابهات، ومثلها أيضا الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض. بعض الآيات قد يقرأها بعض الناس فيظهر له فيما بينها تعارض.